يا ولد يا لعيب يا ولد يا لعيب. حلوه جدا اسماعيل احمد يسجل اول اهداف اللقاء بالنسبه لصالح نادي العين. هدف محطوط حلو جدا احد المدافعين ادي ميدسون حاططها ورايح مع حارس الهجوم بدا الان اللقاء ثم العين عاوز يضرب البنات خطيره جدا الثاني خروج خاطئ جدا من حارس المرمى خروج خاطئ جدا من حارس المرمى ودي كره اتلعبت على طول عاليه عاليه ده المدافع دخلها في مرمى بالخطا فريق نادي بنيان وحارس المرمى.